السلام عليكم يا شباب، ان شاء الله طيبين. يا ان شاء الله الامور كلها تمام التمام. الليلة الحلقة دي حلقة انسانية. انا حاليا متوجه لمدني، عندي رغبة شديدة يعني اعرف الحاصل شنو من الاسرة واشوف رمح حالته الصحية، وان شاء الله يعني الفي خير ربنا يسويها ان شاء الله يا رب. ايش ولا دبر ولا ولا ورق مداله فانتو ولا سنتي سنتي اداره الغصر جبال ولا بيلي بيلي الحاصل شنو بالنسبه لدرسه وقرسي هل يستاهل ما حد لازم ولا زيد حدد لي بقى اكل اكل ما اكل افتاه هنا سيتخم مني علاج انت مجنون وما مجنون في زول بيعيش في رهاب الزمن ده كله من عربيه لعربيه جاي ولا ودي كل حبايب قبل اليوم مرض على سلي ولا سالو مجان طلعوا ولا تالو حببت في شله ولا جيل انا ولا انا اليوم مبلغ اداره الامن واداره القسم وكل الحتت دي كفا ولا كله معرض نفسي لانتحار وارهاب افز ولا اقول له واضيص ولا انتطس اقدر رئيس الجمهوريه كناس ولا اسم حادات ولا دله مارود ولا حبه ما كنت لي قيمه أرندي ولا أسر يعني الداس زولك يكلمك يوم في تعرف ورونا أمر الله شنو يستاهي ثواني النوم ولا تم انت رونا داف البشير عارف الطور ولي ما داري عارف لي بشير ثاني بعدين داري عارف البشير ليش ولا عارفني ليه هو ذاته فانت عارف لا لا هو اللي تعرف عليه انه انا من ذاته في المال وفي الحياة وانت رايك شنو انت رايك شنو بحكم الفتح ما في راي ما جاي راي لانه انا الرئيس يا اخوي خالد حسن عباس وهذه كلامه لا انا بحب الله والله بحب الرسول انت كنت من ذاته انا محمد تمشي معنا خرطوم؟ ما بمشي معك يا رحمة ولا مدني زحمة؟ ولا يوم حد إلا حق يموت الناس كلها ويتا دين من غاية دين الناس دين الناس منو؟ قدرت حق يموت كل الناس يا رحمة ولا محر عيال لكم؟ ها؟ أول يا رحمة أحدى فاتت سوا 10 سنة ولا خلا كان كويس كان في أمان الله في أمان الله والله ما أعرف يا سوا مرة بس ما جاءنا هنا كده كويس بعدين معروف مرتين انت كذب على كذي ونحم ودم كي معافيتي في جسمي نضي خدمة الحمد لله ناص الله والحمد لله يا رب العالمين في القسم القسم تالي الحمد لك يا الله بالقسم القسم تالي ما تشهد الله اقول ان شاء الله اموت لا ان شاء الله العمر طويل ان شاء الله دمي كويس وانت دمك كويسه اي ان شاء الله وانا مبسوط والله يا ولدي فتح شن بيتي ايوه لا ان شاء الله لكن بس يرضى ربنا رضى خلينا ربنا يرضى عليه العافيه بس ما دارت لا ان شاء الله الامور تمشي تمام ان شاء الله والله هذا ما حد بس قاعد فيه هذا ما حاولنا يقلب هناك يفتح مرسمة شال جدعة ما خذ جدعة أي شيء شيل اللي بطريقتي ولا رجدها هناك ولا ميت يا رب منه مرقل يا هل اللي هذا ما ريا عليه الله يديك انت كمان زاد العافيه يا الله والعافيه طول العمر كذا ان شاء الله مرض الولد ده تعبنا شديد لا لا ان شاء الله والله انا متاكد واثق 100% الحمد لله يلا انت كنا كنا مبسوطين كنا مضبوطين ان شاء الله ان شاء الله اكيد يا ولدي ما عندنا حاجه نودي بين ولا بدي بين ما عندنا كله بيجي والله والله كله بيجي كله بيمشي تمام زي ما انتم دايرين والله احسن ان شاء الله ان شاء الله الامور طيبه ان شاء الله انت بعثتكم في كل شيء الله يديكم العافيه طول عمركم عليكم عليكم في ما بيكم ويجعل البركه فيكم انت بعثتكم في كل شيء ينظف في دينكم الله يديكم العافيه دبره الدنيا والله يا جماعه انتشار الفيديو ده ممكن يكون سبب لعلاجه يعني المرض ده ما عيب المرض ده يبتلى يعني وما ضروري الهدوم تكون نظيفة الأهم النفوس تكون لطيفة يعني أنا هاخد رقم أخوه وإن شاء الله الفئة الخير تبقى وأي زول داري مدن بالعون يعني يتصل لأخوه دايركت مباشر وجزاكم الله خير يعني في أمان الله